تربح يا شتي واجعل عقبي لك زكي واسنع عن الدكتور والشعر يجي صار. دخول فصل الربيع في هون لا يشبه غيره في مدن البلاد، فهذه المناسبة يقام لها بالخصوص احتفال سنوي حرص أهالي المدينة على المحافظة عليه منذ نحو 20 عاماً. ففصل الربيع بعد أشهر الشتاء الطويلة يعتبر بشائر خير وفرح لارتباطه بموسم الزراعة وتلقيح النخيل. تفاصيل كثيرة يحملها الاحتفال بهذه المناسبة التي تحضر فيها الأغاني الشعبية والفرق الموسيقية، إلى جانب حضور قوي للباس التقليدي والأزياء الشعبية التي تزين بها كل من حضر هذا المهرجان الربيعي. الأكلات الشعبية المتنوعة كانت حاضرة بدورها، الحلويات التقليدية بأنواعها والعصيدة والبزين والتمور والفول المطبوخ والبيض والكعك الهوني الشهير والقصب المنقوع في الماء وغيرها من الأصناف الكثيرة التي جرت العادة أن يتبادل الأهالي أطباقها متنافسين على الطبق الألذ والأطيب. وعلى هامش الاحتفالية أقيمت عروض فنية ورقصات شعبية ومسابقات ألعاب بين الأطفال المشاركين، مناسبة يهدف القائمون عليها للمحافظة على مقومات التراث الشعبي والموروث الثقافي المتوارث عبر الأجيال.